انجليش ولا عربي؟ سعيد جدا ان اتي للسودان لا ادري المره الكم، فانا هنا باتي من 76 تقريبا او 75. اليوم انا سعيد جدا. Today I'm very happy to be with you because I'm the youngest amongst you. لان انا اصغركم سنا، والشباب ليس بالعمر. Youth age is not by the age itself، لكن بالروح وبالإيمان وبالعزيمة وبالصبر وبالإصرار وبالقوة وبالقدرة وبالحب وبالعطاء. ده الشباب اللي احنا عايزينه، شباب يكون جاد في العمل، شباب يبني مستقبل الأمم، شباب يدافع عن الأوطان والمقدرات، شباب يستطيع أن ينهض بالأمم ويبني حضارات ويبني نهضات ويحارب الجهل والفقر والمرض والجوع والحرمان والتطرف والغلو والانعزالية والإرهاب. هذا هو الشباب الذي نريده. كلمة سواء بيننا وبينكم، شباب يصنع المستقبل، ليس شباب لاهي، شباب واعي، شباب قادر، شباب يستطيع أن يحرك الشعوب ويحرك الأجيال ويحرك الأمم. هذا هو الشباب الذي نريده اليوم. السودان تحتاجه كما يحتاج العالم كله. فالشباب ليس سنا ولا لونا ولا ثقافة، لكن هو روح. وأقولها واضحة، الشباب روح، الشباب روح، الشباب روح. أتمنى أن المؤتمر اليوم وغدا يأتي بما نريده، لأننا نريد أن نتعاون فيما بيننا، أن نتكامل فيما بيننا، أن نبني جسور السلام، أن نبني جسور الإخاء، أن نبني جسور الحب، أن نبني جسور العدل والسلام. العالم يعاني من النزوح، ويعاني من اللجوء، ويعاني من الكوارث الطبيعية، ويعاني من الصراعات والنزاعات المسلحة. وأنتم أو نحن أيها الشباب علينا أن نحول هذا إلى أمن وسلم وسلام مجتمعي وبناء مجتمعات. قضايا كثيرة في كل دول العالم، في كل دول العالم، في كل دول العالم. المستقبل بين أيدينا جميعا كشباب، وعلينا أن نصنعه من أجل إرساء العدل والأمن والسلام والإخاء، ونشر الحرية، ونشر الأخوة، ونشر روح الحب والسلام التي أتت بها الأديان السماوية من مسيحية إلى إسلام إلى كل الأديان التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. سعيد بكم، وسأكون معكم اليوم وغدا، أتعلم منكم، أنا أتعلم من كل فرد منكم، فأرجوكم أن تعينوني على التعلم منكم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.